النهارده كان في عندنا مبادره جميله اللي بتنفذ مع طلاب المدارس عشان نعرفوا باهميه انهم يحافظوا على المزروعات الموجوده حوالينا واهميه انهم يحافظوا على البيئه. المبادرة حضرها تقريبا 100 طفل. ابتدى اليوم المفتوح النهارده في المبادرة بمجموعة من الرسومات للأطفال والتلوين. الأطفال كانوا مستمتعين جدا، عملوا أشغال فنية في إطار المبادرة وفي إطار الاهتمام بالبيئة والمحافظة على الزروع والألوان الخضراء. المبادرة كان فيها كمان بيتخللها ألعاب ترفيهية للأطفال، كان بيتوزع من خلالها هدايا للأطفال. المدرسة كمان كانت مشاركة معانا بشكل كبير. السيد مدير الإدارة كان حاضر معانا النهارده في إطار تشجيع المدارس على إنها تقوم بمبادرات زي دي علشان الأطفال تشعر بأهمية البيئة الموجودة فيها وأهمية النظافة وأهمية التشجير. بنسعى في المبادرة لتمكين ومشاركة الشباب في تحديد الاحتياجات والأولويات للمدينة، وإن هم إزاي يبقوا مشاركة فعالة في المجتمعات بتاعتهم. قبل ما نبدأ المبادرة بتاعتنا عملنا اجتماعات تشاركية مع أعضاء المجلس المحلي والمجتمع المدني وبعض القيادات الطبيعية في إن إحنا إزاي نحدد أولويات اللي إحنا محتاجينها في المدينة. وطبعا كان أول أولوياتنا أو أهم أولوياتنا بالتحديد تلوث البيئة. اتناولنا النهاردة في اليوم مجموعة كبيرة جدا من الأنشطة الترفيهية والألعاب التدريبية اللي قدرنا من خلالها ان احنا نوصل رسائل للاطفال ازاي يقدروا يحافظوا على البيئه بتاعتهم من خلال اعاده التدوير ومن خلال التشجير، وان هم يهتموا بكل البيئه المحيطه بتاعتهم اذا كان المدرسه او البيت او حتى الشوارع اللي هم بيمشوا فيها. وبالتالي ده هينعكس على المجتمع بصوره كامله للناس ازاي تحافظ على البيئه بتاعتها من الجيل او من النشء الصغير لحد اكبر حد موجود في المجتمع. شاركت معانا شبكة معا نستطيع، وشبكة معا نستطيع بتضم أربع جمعيات هامة موجودة هنا في المنطقة زي جمعية الخيرية الإسلامية وجمعية رعاية الأيتام وجمعية عطاء بلا حدود. شاركت معانا كمان شركة بارتنر للتنمية. الشباب المتطوع من كل الجهات دي كانوا موجودين النهارده مع الأطفال طول اليوم، علموا الأطفال إزاي يقوموا بصنع الحاجات الفنية دي، إزاي يقوموا باستخدام خامات البيئة، إزاي يعملوا إعادة تدوير، إزاي يبتدوا يحافظوا على البيئة، إزاي يعملوا تشجير. حتى نزلوا بايديهم وعملوا اشجار هنا في المدرسه وزرعوا. السيد مدير الاداره كمان شارك معاهم في تشجير المزروعات الموجوده هنا واسسات الزرع الموجوده في المدرسه. اليوم كان اكثر من رائع بمشاركه كل الاطراف المعنيه الموجوده معانا في مركز ابنوب محافظه اسيوط، واللي انا بشكر الجميع على اهتمامهم ومتابعتهم معانا.